السلام عليكم مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ والحلويات اليوم غنحضر معكم الرفيسه بريستيج بيبي بلدي كيف ما كتشاهدوا معايا الصراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه في المذاق مشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير بالنسبه للمقادير غنحتاج هنا حساب جوج كيلو ديال بيبي اه قطعته هكا طريفات انا هنا زولت له الجلده غنحتاج جوج حبات ديال البصل غنحتاج كاس ديال زيت الزيتون معلقه كبيره ديال السمن معلقه صغيره ديال الملح زعفران معلقه ونص ديال الكزبره دائما زعفران وثلاثه المعالق ديال الخرقوم معلقه كبيره ديال المساخن غنحتاج هنا حسب معلقه ونص ديال الحلبه مع رابعه ديال العدس بالنسبه للحلبه اللي بغى يزيد يزيد بطبيعه الحال غنمشيو دابا لطريقه التحضير نجيب دابا الطنجره غنوضع فيها بيبي والعطريه كامله اللي تكرس من قبل بالنسبه للمساخن كيبقى اختياري هو الصراحه كيعطيها لذه ولكن كيبقى اختياري كاين الناس اللي كيبغيوه وكاين الناس اللي ما كيبغيش. انا بالنسبه للعدس والحلبه ما غنديروش دابا غنخليه حتى الاخر حتى يدخل الطياب مزيان في البيبي كيف ما كنعرفوا انه كيشد الطياب عاد نضيف العدس والحلبة وكاين كذلك اللي كيبغي يطيبو راسو كيهز شويه ديال لاصوص ملي كتغلى الطنجره وكيطيب الحلبة مع العدس بوحدهم ندير كذلك زيت الزيتون والسمن ونوضعو تقلى شويه عاد نروي عليها ونخليها طيب على خاطرها كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما وضعت المكونات كامله غنزيد بطبيعه الحال كاس حتى لجوج كيسان ديال الماء ونخلي الكل يتقلى مزيان على خاطره عاد نضيف عليه الماء الكافي اللي غيطيب لينا فيه آه البيبي وبطبيعه الحال اللي غيسكي لينا الرفيصه نمشيو دابا كيف ما قلت لكم من قبل ان العدس والحلبة غنخليهم حتى يدخل طيب البيبي عاد نضيفهم نمشيو دابا للعجينه في العجينه انا هنا غنحتاج كيلو فينو كيلو فورص مع معلقه ديال الملح والماء بارد انا هنا كنعجن غير بالماء بارد بالنسبه اللي بغى يدير الماء دافي بطبيعه الحال يديروا غنعجن العجين حتى نحصل على عجينه متماسكه غنبقى نضيف الماء حتى يتجمع كاع الدقيق اللي عندي كيف ما كتشاهدوا معايا من بعد ما جمعت العجينه ديالنا مزيان على الشكل انا هنا صافي ما غنبقاش نزيدها الماء وانما غندلكها مزيان حتى تطعف بطبيعه الحال في يديك من بعد من بعد ما دلكنا العجينه مزيان كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا غنجيب بلاستيكه بيضة غنوضع فيها العجينه ديالي وغنخليها ترتاح من بعد ما ارتاحت كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا بزلافه ديال الزيت دي. غندهن بها يدي والبلاطو وغنكور العجينه الى كويرات بالنسبه انا هنا القياس ديال الكورات درتهم شويه كبار لحقاش عندي المقله كبيره ثم بطبيعه الحال كل واحد غيدير على قياس المقله اللي عنده غنستمر بطبيعه الحال على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي من بعد ما نكمل كاع العجينه اللي عندي غنغطيها ونخليها كذلك ترتاح لمده نص ساعه عاد نبداو نورقوها في كتشاهدوا معايا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا غنجيب هنا الزيت والكويرات ديال العجينه غنبدا نورق بوحده بوحده كيف ما تشاهدوا معايا نورقها مزيان حتى تولي الرخامة كتبان من تحت العجينه على هتشاهد لك تشاهدو كتشاهدوا نتوما أه كي بطبيعة الحال كي# رمي كيدير الورقة ديال المسمن بحال هكا كيديرها في المقلة كتسمى تريد أنا هنا كنديرها على الشكل مثلث سبق لي وخدمت معاكم نفس العملية من قبل ونخليها ترتاح نجبد كويره أخرى نوضع نفس الشكل نورقها مزيان حتى تبان رخامة من بعد نديرها على شكل مثلث انا هنا دايره المقلة تسخن تسخن مزيان ما قلت لكم على شكل مثلث من بعد غنجيب السمنة الاولى اللي سرحت هنا في فهاد العمليه الثانيه كتورقيه غير شويه ما كتورقيش بزاف كتقرصيه عفوا غير شويه آه كندهنوا المقله بالزيت من بعد نوضع فيها السمنه ونبقى نقلبها حتى تطيح آه بالنسبه من بعد ما كطيب المسمنه كنفرقها انا على جوج نعاود نسهدها حتى من الداخل انا نغسلها على نفس العمليه حتى نكمل كاع العجينه اللي عندي وندوز فراك من بعد ما كملت كاع المسمن اللي عندي انا هنا كيف ما قلت لكم من قبل كنحل المسمنة على جوج كنعاود كذلك نسرحها عفوا نحلها حتى كتولي غير ورقه رقيقه كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نكمل كاع المسمن اللي عندي في التفريق من بعد ما كملت المسمن ديالنا في انا هنا جيت الكسكاس حيت ضروري كنفورها باش ما تجيناش ميدمه ما يجيش المسمن ميدم ضروري كنفورها من بعد ما طلعت فيها الفوره هكا كنفورها على العدس والحلبة باش جي فيه ريحه العدس والحلبة ومساخن انا هنا من بعد ما فورتها كنبقى هكا نبرد في داك المسمن ونفكو مزيان لا شي حاجه آه هكا مجموعة كنحلها باش ملي نجي نسكيه ما يتعجنش لينا الا خليتوه سخون كيتع... كتخويو البلول على المسمن كيتعجن كيف ما كتشاهدوا معايا انا كنبقى ندير ليه الطريقه حتى كيتحل كامل وكيبرد من بعد ما طابت الرفيسه ديالنا كيف ما كتشاهدوا معايا انا هنا كنجيب القصريه كنوضع فيها القليل ديال البلول حسب ثلاثه عفوا ثلاثه المغارف او الاربعه علاش انا كنعمل هاد الطريقه باش يجيني المسمن كامل مسقي ما تجيش جهه مسقيه جهة ناشفه كنوضع القليل من المسمن تقريبا نصف الكميه اللي عندي من بعد كنعاود نسقيه وكنضيف كمية الاخرى اللي باقا عاد كذلك نسقي مزيان باش حتى حاجه ما ناشفه صراحه هالطريقة الطريقه كتجي زوينه بزاف في بغيكم انكم تجربوها بالنسبه للناس اللي الرفيسه كتجيهم جهه مسقيه وجهه ناشفه من الاحسن هالطريقة انا هنا غنستمر على نفس العمليه حتى نسقي الرفيسه ديالي كامله من بعد عاد نوضع العدس بالنسبه انا هنا التتمه ديال الفيديو كان مشالية يعني ما كملش الطريقه ديال تسقي عفوا كامله وديال تزيين الرفيسه من بعد ما سكيناها كنوضع هكا العدس على هذا الشكل اولا على حسب كل واحد كيفاش كيبغي كيفما ما معايا السيده سير في ديالنا هي هذه كيفاش جات صراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه في البداق انا هنا زينتها بالاناناس والبشماش والقرقع كذلك التمر البيض اللي درت ليه شويه ديال بافو من الفوق كيف ما كتشاهدوا معايا كيف ما قلت من قبل صراحه كتجي لذيده بزاف رائعه في المذاق كنتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها الى اللقاء الى فرصه ثانيه ان شاء الله